طبعا احنا عارفين ان منتخبنا كمان الوطني هيخش معسكر مغلق خلال التوقف الدولي الحالي، وهنلعب يمكن مباراة مهمة جدا، مباراة مع المنتخب البلجيكي. زي ما قلنا يمكن المباراة اللي فاتت بعض الناس كانت عندها انتقادات بنلعب منتخبات ضعيفة، مش هو ده اللي هنقيس بيه طبعا احنا واقفين فين او منتخب مصر واقف فين. لكن بكل تأكيد مباراة المنتخب المصري امام المنتخب البلجيكي العملاق، احد المنتخبات الكبيرة على مستوى العالم، هتكون تجربة جميلة، تجربة حقيقية. النهاردة روي فيتوريا طبعا المدير الفني لمنتخبنا بيستقبل اللعيبة، وبداية لمعسكر ان شاء الله باذن الله يكون معسكر ناجح، علشان عايزين نتفرج على كرة قدم حقيقية. كلنا منتظرين هذه المباراة، مباراة مصر وبلجيكا، مباراة من العيار الثقيل، ونقدر نقول احنا واقفين فين. اكيد مش عايزين نقول النتيجة، لكن عايزين نشوف الأداء، ويا ريت يكون كمان نتيجة جيدة، لأن كمان الزميل أحمد سمير يمكن في السادسة عرض هدف حازم إمام، وإحنا طبعا بنلاعب المنتخب البلجيكي وفزنا عليه 1-0، كانت نتيجة جيدة جدا وعملنا مباراة تليق باسم مصر. إن شاء الله كمان منتخبنا يستعد بجدية لهذه المباراة، لأنها مباراة كمان من العيار الثقيل، ونقيس نفسنا بهذه المباراة، احتياجاتنا في الفترة اللي جاية إيه. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا القومي. ده طبعا الجون بتاع حازم إمام، ويعني كان ليا الشرف إن أنا متواجد في هذه المباراة، اللي يمكن كانت مباراة كان كمان منتخب البلجيكي بيضم كوكبة من النجوم الكبار جدا جدا. كنا بنلعب في بلجيكا والأجواء كانت أجواء رائعة، الاستاد مليان، كانت تجربة ناجحة جدا جدا على المستوى الدولي. قدرنا نعمل مباراة تليق باسم منتخب مصر، تليق باسم الكرة المصرية والأفريقية، لأن حضراتكم عارفين كمان الأندية أو المنتخبات العالمية ما بترحمش، يعني هم عايزين يستفيدوا من هذه المباراة، لكن كمان إحنا على المستوى الفني قدمنا مباراة رائعة، وإن شاء الله بإذن الله كمان منتخبنا في يعني منتخب بلجيكا كمان عندهم نجوم كبار، دي بروين، وعندك نجوم كبار جدا، هازارد، لوكاكو، كورتوا، حارس المرمى العظيم، غيرهم من النجوم الكبار جدا في اللي بيلعبوا في الدوريات الكبرى الأوروبية. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا.